واكو قضيه ثانيه هسه انتم نجوم تروحون تريدون تشوفون لعبه كلاسيكو ديربي كابتن قطع الطرق وانتشار القوات الامنيه ما يعرفون اكو بريهم رياضيين اكو بريهم رياضيين حتى ما يحلك مو صحيح؟ اي صح يابا اني نجم من نجوم العرب لا لا ما يقتنع حتى لو هاي يقول لك ممنوع احنا معطينا الضابط ممنوع ما توصل عماني لاعب منتخب ما يقتنع انا شايفته مره ومرتين ثلاث اي والله اي اي لا شلون تقنعه؟ انا ما راح بسيارتي لا شو تسوي؟ والله ما راح بسيارتي تروح مشي؟ مقطوع يعني الطرق مرات لا ملعب زوراء قريب يعني اذا ازدحام انا اقول لك ملعب الشعب كابتن اذا مباراه جويه وزوراء اي صعبه صح صارت بيك؟ اي لا صايره والله اي والله اي حتى مرات الاطفال يعني يقولوا لي بابا ما يعرفوك اقول له لا هذول يعني اقول له هذول جو جدد ما يعرفونا القدامى يعرفونا انت شو تقول؟ اي والله والله زحمه كبير اي زين هاي تتحدث عن نجوم رايحين للملعب فما بالك بالجمهور والطرق الاذلال اللي احنا اكو عالم يجون اكو عالم يجون يعني مثل ما يقدر يمشي يجوز متعور يجوز هاي يوصل هو ذوي الاحتياجات الخاصه وايد وايد كابتن احنا يرادلنا هوايه شغله هوايه وبنفس الوقت يرادلنا تثقيف تثقيف الامني تثقيف الملاعب تثقيف الجمهور فني كل لازم يتدخلن يلا نحكي احنا مو هي اذا نحكي ما نريد نصير سلميين بس عندنا يعني والله كابتن المشكله اكو هوايه هو الكلام يجر الكلام يعني هو واحد من المسؤولين بس يلتفت يقول هي الرياضه المتنفس الوحيد لشعبنا واحنا شعبنا من الطبقه البسيطه المتوسطه هوايه هوايه 10000 على الشعب العراقي والله هوايه هو خمسه كلش احنا مو بلد عنده رخاء اقتصادي والوضع جيد والكل ما عندنا هاي الامكانيه كل شبابنا عطاله بطاله واللي يشتغل هو شفته ب 15000 10000 صحيح عموما نرجع للقراءه الفنيه